سمحت السلطات المجرية لمئات المهاجرين العالقين منذ أيام في مخيمات عشوائية أقيمت في محطة قطارات بودابست، سمحت لهم بالرحيل على متن قطارات دولية متجهة إلى النمسا وألمانيا. نتابع التقرير ونعود للنقاش. المشكلة إن اللي عم ببصم بهنغاريا عم بيروح على ألمانيا عم بتطول إقامته سنة وسنتين، يعني كلياتنا إن عوائل بسوريا بتركيا نروح نشوفهم، عرفت؟ عم بتطول سنتين وإقامة بجوز ما عم تاخده، لأني بيصم وين بهنغاريا؟ إيش الخطة؟ عم نستنى شريط الحدودي ليفضى شوي من البوليس لحتى نحسم نقطع نروح على ألمانيا نبصم هنيك من دون ما نبصم بهنغاريا. لم يفتح الشريط الحدودي أمامهم، بل فتحت محطات القطارات المتجهة إلى النمسا وألمانيا. بتلك الطريقة استطاعت دول الاتحاد الأوروبي إنقاذ ما يمكن إنقاذه من اللاجئين السوريين المنتشرين بين غابات صربيا وحقول مقدونيا وجبال هنغاريا في محاولة عاجلة لإجلاء الآلاف منهم ممن تعرضوا لأقصى صور الإهانة والملاحقة بين الحدود الدولية. نحن خططنا أنه نطلع نعدي الحدود الهنغارية نوصل لألمانيا. هنغاريا عم تمنع أي لاجئ أنه بتخليه يبصم مشان ما تستقبله أي دولة تانية. نحن ما بدنا نبصم لأنه هنغاريا المعيشة فيها سيئة. ألمانيا وبالفم الملآن يصيح لاجئ سوري مفصحا عن وجهته. لم تتردد الحكومة الألمانية في مد يد العون، كانت الأسرع من نظيراتها. تقول وسائل إعلامية محلية إن قطارات ثلاثة حملت سوريين ما يزيد عن حمولتها بأضعاف ونقلتهم من داخل الأراضي المجرية إلى العاصمة النمساوية فيينا في خطوة أولية قبل ترحيلهم إلى مخيمات جماعية في ألمانيا. انتشرت قصص السوريين انتشار النار في الهشيم، وانقسم العالم المتمدن على نفسه في قبولهم واستقبالهم. وحدها ألمانيا من كابرت على كل الشروط والحالات، فحتى جماهيرها الكروية رفعت شعارات الترحيب بهم وطالبت باعتبارهم أفرادا يستحقون العناية المضاعفة. وفي هذا الإطار قبل أيام فقط أوقفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل العمل ببصمة اتفاقية دوبلن، القرار الذي تم بموجبه إلغاء بصمات جميع السوريين من دول أوروبا الشرقية التي استقبلتهم بأسوأ الظروف الإنسانية. قالتها مرارا ألمانيا إنها بصدد إعداد خطة لاستقبال آلاف من اللاجئين، بينما شددت حكومات أخرى على فرض سياسات خاصة باللجوء وأمن الحدود، ربما بسبب تصاعد المشاعر القومية لبعض الأحزاب الداخلية المناهضة للهجرة والمهاجرين. وريثما ينقضي الأمر يحزم سوريون من على شواطئ المتوسط حقائبهم نحو العبور إلى الشتات. ينضم إلي فواز تلوكاتب ومعارض سوري من برلين عبر الأقمار الصناعية، وجمال قارص نائب سابق في البرلمان الألماني أيضا من برلين عبر سكايب، ومراسلنا من برلين ماكسيم العيسى. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا. أبدأ معك بداية ماكسيم، لو تعطينا صورة واضحة عن القرارات التي تم إصدارها في ألمانيا وتتعلق باللاجئين السوريين. نعم رولا، مساء الخير لك وللضيوف الكرام. حقيقة هو القرار الذي أو التوصيات أو الإرشادات الداخلية التي أصدرتها الدائرة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين بتاريخ 21 آب لهذا العام، والقاضية بإيقاف العمل باتفاقية دبلن فيما يخص اللاجئين السوريين. دعيني أعطيك بعض الأحصائيات. هناك منذ بداية عام 2015 ولغاية نهاية الشهر السادس هناك 44 ألف طلب على أقل تقدير من السوريين لدى طلبات مقدمة من قبل اللاجئين السوريين لدى دائرة اللجوء. يعني هذا عدد كبير جدا. وهناك 44 ألف شو عفوا ماكسيم؟ 44 ألف طلب لجوء من السوريين مقدمة الآن خلال النصف الأول من هذا العام لدى دائرة اللجوء في ألمانيا. نعم. هذا القرار يبدو أنه هناك بعض الجهات أو بعض تنقل دوائر الأجانب التي تسمى هنا أو سنر بيهوردي تحاول أن تتغاضى عن القرار. القرار داخلي خاص بدوائر اللجوء، وقد تم تعميمه على كافة فروع دائرة اللجوء البالغة 22 مركز خارجي أو ما يسمى بفروع دائرة اللجوء في كافة المقاطعات الألمانية. هناك الكثير من اللاجئين الذين حصلوا على
رسالة خاصة بأن موعد اللقاء أو المقابلة سيتم تأجيله الآن حتى يتم إبلاغكم بموعد آخر، أي هناك تحرك من دوائر اللجوء في هذا الاتجاه لدراسة كافة الطلبات المقدمة من قبل هؤلاء اللاجئين والذين تم العثور على بصمات لديهم في دول مختلفة. وهناك أيضا طيب، ولكن ألم تصرح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنه ما عاد كتير حيدخلوا بموضوع التحقيقات بأنه هذا الشخص يستحق اللجوء أو لا طالما هو جاي من أساسا بلد فيه نزاع؟ نعم، هو نص القرار يقول أي اللاجئ السوري عندما يأتي لن يتم البت في موضوع دبلن، تجرى له بما يسمى اللجوء المسرع الذي استحدث في عام 2014، لجوء مسرع يتم الاستغناء فيه عن اللقاء الشفهي أو المقابلة الشفهية مع المحقق في دائرة اللجوء، ويتم الاستعاضة عنها بملف كتابي أو ببعض الأسئلة الكتابية عن وضع هذا اللاجئ، ويتم تقديمه ويحصل اللاجئ في مدة أقصاها 3 أشهر على الإقامة. هذا هو اللجوء المسرع الذي أصدرته الحكومة الألمانية فيما يخص اللاجئين السوريين أيضا وبعض الأقليات من العراق كما أعتقد الإزيديين والمندائيين والمسيحيين من العراق. هذا هو كان نص القرار الذي أصدر في العام السابق، والآن يتم العمل في هذا الصدد بتسريع ملفات اللاجئين السوريين وخاصة بعد إصدار هذا القرار داخل دائرة اللجوء. ولكن هناك بعض دوائر الأجانب، دائرة الأجانب هي دائرة مختصة أيضا في شؤون الأجانب بعد الحصول على الإقامة. هناك عندما يأتي اللاجئ ويتم إصدار قرار من دائرة اللجوء بترحيله، يتم ذلك عبر دائرة الأجانب التي تتكفل بإبلاغه وتحذيره بأنه باليوم الفلاني وبالساعة الفلانية سيتم ترحيله. هناك لا زال بعض اللاجئين. نعم، بناء على شو بيكون هذا القرار؟ بناء على قرار مسبق قبل إصدار هذا القرار، قرارات مسبقة صدرت من دائرة اللجوء بإرجاع لاجئ مثلا سوري قادم من أسبانيا مثلا لديه بصمة في أسبانيا. هذه دوائر الأجانب تقوم بتنفيذ القرارات السابقة وتغض النظر عن القرار الصادر عن دائرة اللجوء الجديد. نعم، طيب. يعني الحجة تكون دائما بس هذه النقطة، الحجة تكون دائما لدى دائرة الأجانب بأن القرار لم يصلنا بعد، نحن نعمل بالقرارات القديمة ريثما تأتينا التعليمات، ولكن فعليا بدأ تنفيذه على الأرض يعني بشكل واقعي، يعني العالم عم توصل من المجر على ألمانيا. نعم، وعم نعم نعم استقلال. نعم، يبدو أن هناك بعض دوائر الأجانب، دعيني أقول هذه الجملة، دوائر الأجانب هي دوائر غير صديقة للأجانب. يعني دائرة الأجانب، ربما الأستاذ جمال القارصي يعلم هذا أفضل مني، دائرة الأجانب دائما تحاول أن تضيق على اللاجئ حتى لو كان لديه إقامة. هناك هلأ شفنا من فترة، يعني من كم شهر، طلعت في حركة وقتها بألمانيا كانوا ضد التواجد السوري بألمانيا، وعلى الرغم من هيك الآن عم نلاقي أنه ألمانيا هي أكثر دولة بالاتحاد الأوروبي الآن عم بترحب بالسوريين بشكل كبير. اسمح لي انتقل بها النقطة ماكسيم لضيفي جمال قارصلي نائب سابق في البرلمان الألماني. أستاذ قارصلي، يعني عم نشوف بأنه ألمانيا يعني عم بتعامل السوريين كأنه هن يعني أولاد بلد، مو كأنه ضيوف، مو كأنه غريبين، في ترحيب حتى عم بيصير شعبي، سواء من على مستوى الشخصيات العامة وأيضا فرق كرة القدم والأندية الرياضية وإلى آخرها، في ترحيب شعبي بالسوريين عم بيصير بألمانيا. صحيح، وهذا اللي بده الشعب الألماني، يحب أن يعطي الصورة هي للعالم أنه الشعب الألماني هو ليس في كيديا المظاهرات اللي كانت تطلع مناوئة للاجئين وللعرب والمسلمين بشكل عام، أنه المجتمع الألماني مجتمع مضياف ويرحب باللاجئين لأنه يعرف معاناة هؤلاء اللاجئين. المجتمع الألماني يحب أن يعطي صورة الجميلة عن مجتمعه، يعني فلذلك يقوم أغلبية الناس، يعني أنا أعرف كثير من الألمان كان يخجلوا على يحصل مثلا في دريسدن أو في مدن أخرى ما يكون هناك مظاهرات ضد اللاجئين أو ضد المغتربين في عالم. طيب، هدول الحركات اللي هي مثل ما حكى ماكسيم بأنه في الدوائر المختصة بالأجانب هي عم بتحاول أنه تطبق، لسه ما عم تطبق القرار الجديد بحجة أنه ما وصلهم بشكل رسمي، ممكن الحركات المناوئة لوجود السوريين هي عم تلعب دور بهذا الموضوع، وهل تأثيرها قوي؟ لا، هي هذول إداريين طبعا بشكل عام، لأن هذول للأسف دائما تعاملهم مع المغتربين مع اللاجئين
مع الزمن يكسبوا انطباع سيء، ولكن بشكل عام نحن نتكلم عن المجتمع، والمجتمع هو صاحب القرار، السياسية صاحب القرار. المنظمات اللي أنا دائما أسميها هي شر الذمة، ليس أكثر من ذلك، هم فئات صغيرة تحاول أن تستغل الوضع الحالي، التوتر الحالي، لكي تكسب نوع من الشعبية، أن تلعب بمشاعر الجماهير الألمانية، أن تخوفهم من عدد اللاجئين الضخم، أن تخوفهم من أن سوريا صارت كل ألمانيا كلها صارت غريبة، أنه الآن يوجد فيضان من المغتربين، تحاول تلعب على هذا الوتر، ولكن المجتمع الألماني واعي لذلك. والآن ما نراه من أدنى المستويات إلى المستشارة بحد ذاته، كلهم الآن يرحبوا في اللاجئين وخاصة اللاجئين السوريين. أنا أقول الآن للأسف من كبر مأساتنا في سوريا أن الآن أغلب المجتمع الألماني يرحب باللاجئين السوريين، حتى يعني إلى جانب اللاجئين السوريين الآن يدخل كثير لاجئين، والذين دخلوا اليوم من بودابست إلى ألمانيا، أنا أتصور قسم منهم ليسوا فقط كلهم ليسوا لاجئين سوريين، بينما يوجد من دول أخرى. المجتمع الألماني يفتح أبوابه لأنه يعرف أن اللاجئين السوريين إلى هذا التاريخ، وأنا سعيد بذلك، أن التجربة التي تعملها ألمانيا مع اللاجئين السوريين هي تجربة إيجابية، وعدد كبير من اللاجئين السوريين اللي يأتي إلى ألمانيا يأتي بدرجات علمية. طيب هل فيهم بهالحالة، هل في إنه فئة معينة، في شروط معينة لاستقبال اللاجئين، خاصة إنه نحن عم نحكي هلأ عن أعداد كبيرة؟ بنتقل بهالسؤال الأستاذ فواز سلو. أختي الكريمة، بدي أشير للشغلة، أو بداية المجتمع الدستور الألماني دستور يعني مصمم ليحمي اللاجئين، لأن من وضعه لاجئين الألمان بعد الحرب العالمية الثانية، منهم من تشرد أثناء الحرب العالمية الثانية عندما عارضوا هتلر، ومنهم من تشرد، يعني حوالي تقريبا 20% من الشعب الألماني بات لاجئا داخل ألمانيا عندما تم قطاع أجزاء من ألمانيا بهنغاريا وببولونيا وآخر من قبل نظام الستاليني في ذلك الوقت، وتهجير 8 ملايين ألماني تقريبا. فوضعت قوانين لأنه اللي وضعوها كانوا لاجئين، بحد ذاتهم كانوا لاجئين. الموضوع ما هو بس بدها يفرجوا الألمان كيف هن يعني شعب حضاري قدام العالم، لا، هن هذه هي طبيعة هذا المجتمع. أختي الكريم، أنا لاجئ بالأخير، أنا جاي من 3 سنين، أنا لاجئ مثل اللاجئين، يعني جيت من 3 سنين، غيري إجا من 2 سنين، غيري إجا من سنة إلى آخره، وأنا يعني أعامل هناك معاملة اللاجئ بالأخير. ولكن هنا اللاجئ والمواطن الألماني يحظون تماما بنفس الحقوق، تماما بنفس الحقوق عدا حق الانتخاب. بالمناسبة اللي بقدر انتخب بلديا يعني بين قوسين يعني بالهيئة، حتى لو ما طب هل في شروط معينة ولا هن عم يقبلوا الكل الآن أبداً. ما في شروط، لا يعني ما بالنسبة للسوريين، بالنسبة للسوريين يقبل الجميع دون استثناء. وبدي أشير أن الشغلة أنه في تقريبا ثلث من يأتون يدعون أنهم سوريين، يمكن أكثر من الرقم من هيك، وهم ليسوا سوريين، عم يجيكي شبيحة من 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 من, من, من لبنان، وشبيحة من العراق، وناس من مصر، ومن من من وين من, من, من وين ما كان عم يدعوا أنهم سوريين، ومع الأسف عم تخف هذه الظاهرة. أنا بدي أشير لموضوع الأوسلندر بهوردة ودوائر الأجانب، يقول هون في بيروقراطية بألمانيا، الكل بيعلموا في بيروقراطية. بالنتيجة عندما يصدر قرار سيأخذ يعني مكانه للتنفيذ ولو بعد حين هي طبيعة الدوائر الألمانية بكل شيء، وليس فقط ما يتعلق بالأجانب. طيب هل السبب، بدي أقول شغلة أخيرة أختي الكريمة. تفضلي. لا تفضل. أنا يعني قلت أنا لاجئ منذ 3 سنوات. الناس ليش عم تقول ألمانيا؟ ليش ما عم تقول رومانيا ولا بولونيا ولا ما بعرف وين ولا إلى آخره، ولا حتى إيطاليا؟ أعتقد أن الناس تبحث عن قيمتها كإنسان هنا في ألمانيا. وأنا بقولها وأنا لأول مرة بحياتي من نص قرن، من وقت ما خلقت للدنيا، وعشت ببعض البلاد العربية، وعشت بسوريا معظم عمري، ومع ذلك لم أشعر أنني إنسان حقيقي إلا في هذه البلاد، وأنا غريب. أنا بمناسبة أنا كمعارض سياسي لا أتفق سياسيا مع الحكومة الألمانية في سياساتها، وبيعرفوني يعني علاقاتي جيدة بالحكومة وبالخارجية وإلى آخره، وأختلف معهم، بس هذا الشيء لم يؤثر على وضعي بلحظة من اللحظات،
وما له علاقة بموضوع يعني لجوئي وحقوقي التي هي تتساوى مع حقوق أي لاجئ وما حقوق أي ألماني. المطلوب هنا من اللاجئ السوري فقط أن يكون جادا في تعلم اللغة، في أن يعمل، في أن يعتمد على نفسه، وأعتقد أن السوريين أهل لذلك. طيب نعم أستاذ خارصلي، بما أنه حضرتك كنت نائب سابق في البرلمان الألماني، يتم الحديث عن أنه السبب اللي خلى ألمانيا هي تفتح أبوابها بهذا الشكل بأنه هي بحاجة لنمو سكاني، بحاجة لست ملايين شخص إضافي في ألمانيا. طبعا هذا كلام غير صحيح. هو ربما، وأنا دائما أقول السبب الأساسي والأساسي الأول هي الناحية الإنسانية. أساس الألمان والمجتمع الألماني يرى ماذا يحصل مع الشعب السوري، 5 ملايين غادروا بلادهم و8 ملايين في داخل البلاد، والمعاناة اللي يعانونها بطريق الوصول إلى ألمانيا. فهذا هو القرار إنساني بحت. طبعا هو هناك بعض القرارات الاستراتيجية اللي ممكن يفكروا ممكن مع الزمن أنه نحتاج لسكان. هناك مثلا كما قلت سابقا أن السوريين الذين يأتون إلى ألمانيا هم نخبة، وهذه نخبة طبعا يحتاجها الاقتصاد الألماني، تحتاجها التكنولوجيا الألمانية، تلعب دور. ولكن صدقيني السبب الأول والأخير هو الدور الإنساني. طيب برأيك تقييمك لدور دول الاتحاد الأوروبي الباقية، لماذا ألمانيا تحديدا أخذت على عاتقها هاي الخطوة؟ للأسف يعني الدول الأوروبية الأخرى هي تقوم بنوع من التخاذل. يعني عندنا ما نعرف بريطانيا وكبرها فقط مئات اللاجئين، أخذت فرنسا حتى عدد قليل، هم باقي تعامل اللاجئين معاملة أسوأ من ذلك. يعني فلذلك ألمانيا تريد أن تقوم كما يعني تجربتها التاريخية، تجربتها بالحروب، تجربتها مع المغتربين المدة الطويلة، فهي تقوم بذلك. وألمانيا لديها الإمكانيات الاقتصادية ولديها الإمكانيات من كل النواحي أن تستوعب هذا العدد. وهي طبعا تريد أن تقول للعالم أنه أنا دولة عظمى كمان وعلي واجب أن أقوم به. للأسف واجب ألمانيا هو ليس سياسي في هذه النقطة، هو إنساني. أنا أتمنى وأقولها بكل إصرار على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على محاربة أسباب اللجوء وليس موضوع اللجوء، لأن أسباب اللجوء تكون في مكان آخر. عليهم أن يضغطوا جميعا كلهم على أمريكا، على الولايات المتحدة الأمريكية، لكي تكون مناطق آمنة للسوريين لكي لا يهاجروا. ولكن هذه الأعمال التي تقوم بها الدول، كانت سربيا ولا كانت مكدونيا ولا هالدول، هذه تقوم هي بحرب اللاجئين، بحرب أضعف المستضعفين، الناس الذين سلكوا طريق الموت للنجاة من الموت، لأن لم يبقى لهم مجال آخر. ألمانيا تقوم عكس ذلك. ألمانيا تنطلق من منطلق واحد، وهذا هام جدا نريد أن ننوه له، لأن أول مادة في الدستور الألماني تقول كرامة الإنسان لا تمس. فهم يروا بأن كرامة الإنسان السوري تمس كل يوم وتنتهك كل يوم وملايين المرات. فإذا عندما تستقبل هؤلاء الناس تريد، وكما قال زميلي أستاذ فواز تلو، أن هم يعاملون الإنسان كإنسان في الدرجة الأولى، هم يقوم بهذا الشكل، وهم يريدوا أن يقنعوا الدول الأوروبية الأخرى أن يقوموا بدورهم المناط عليهم، لأن الموضوع أكبر مما نتصور. لو أخذنا فقط سوريا ألمانيا الآن قالت أنا سأأخذ 800,000 لاجئ في هذا العام، وكما يقال والحبل على الجرار، سيأتي صحيح. كمان في العام القادم وبعده، ولكن طيب. ألمانيا تعرف أن عليها أن تقوم بهذا الدور. نعم أستاذ تلو، موضوع الاندماج الآن للسوريين في ألمانيا، حضرتك من خلال تواجدك بألمانيا كلاجئ، أيضا شو الأشياء اللي بتقدمها ألمانيا للاجئ أول ما يوصل على لعندن؟ أختي الكريمة، بالبداية طلعت بعض الصور لزحمة وناس كتير قدام مراكز لجوء وإلى آخره، وهذا شيء طبيعي. يعني بدي أقول أنا اليوم كنت بمركز مراكز اللجوء، الحقيقة شفت كثير من الألمان المتطوعين عم يقوموا بخدمة اللاجئين، يعني تطوعيا
ولكن هناك شيء يعني غير متوقع في اماكن محدده كانت من 3 سنين عم اجيت انا ما كان فيها الزحمه ابدا، اليوم في اماكن محدده فاضت الامور، ولذلك في شيء غير محسوب بياخذ وقته لبين ما ينحل. فيما يتعلق موضوع الاندماج اختي الكريمه، انا سمعت من رئيس دائره الاجانب وزاره الداخليه بلقاء عام من حوالي شهرين تقريبا يعني تفاؤله فيما يتعلق باللاجئين السوريين. اليوم في عنا قبل الثورة كان في عنا لجالية سورية من حوالي 70,000 شخص، بالمناسبة معظمهم مؤيدين للثورة الحمد لله، يعني معظم تقريبا غالبيتهم الساحقة متعلمون بتعليم عالي، ربما أرقى الجاليات العربية والأجنبية بما فيها مقارنة مع جاليات جنوب شرق أوروبا هي الجالية السورية بمستواها العلمي. اليوم عم بيجي يعني طبقات مختلفة من السوريين، ولكن يبقى السوري بشخصيته اللي بتحب العمل، وهي شغلة أساسية بألمانيا، حب العمل والرغبة في العمل، بغض النظر عن كل العمل هنا محترم بغض النظر عن ما كان هذا العمل، يعني كان بشهادة يعني هنا كمان عم بيساعدوا أنفسهم السوريين بالاندماج بالمجتمع الألماني بسرعة ستي. اليوم شوفي الناس عم تتعلم، الطلاب السوريين عم يفوتوا بسرعة على اللغة، عم يدوروا على الجامعات، عم يدوروا على وهذا الشيء بتشجعه الحكومة الألمانية بشكل كبير جدا. يعني هون بيقولوا له للإنسان كن جادا بدراستك بعملك، ونحن معك لآخر وقت. هنا السوري يمكن سترين، وأنا يعني مثل ما شفنا 70,000 سوري قبل الثورة، منهم مثلا 9,000 طبيب أبدعوا في هذا المجتمع، أيضا سنرى أن كثير من السوريين سيبدعون في مجالات مختلفة. نعم. أختي الكريمة، السوري له طبيعة يعني إلى حقيقة بنتها 1,000-2,000 سنة من الحضارة، من الجدية، من العمل. مطلوب من السوري هون في 4-5 شغلات للاندماج أساسية. أولا الجدية في كل شيء، بالعمل إلى آخره. 2 الصدق. 3 الاحترام. هذا المجتمع مبني على يعني مفاهيم الاحترام، حتى باللغة تبعهم في عندهم مثل عندنا هو وهي وتلك إلى آخره، عندهم ضمير له علاقة بحضرتك، تصور يعني بالهي. إذن الاحترام النقطة الأخيرة احترام القانون. ليس مطلوب من السوري مثل ما بيحاولوا يصوروا احيانا، عم اقراها انا يعني كثير من الصفحات، وخاصه من صفحات يعني المدسوسه من قبل النظام، لتقولوا للاجئين خرجكم. لا، وانا بعتبر السوري اللي طلع يعني وصل لاوروبا بشكل عام، والله الله رضيان عنه، واذا وصل لالمانيا بكون الله رضيان عنه، يعني طائين يعني بالاخير مقارنه باي لاجئ سوري. نعم. حتى مقارنه بالسوري الذي يعيش اليوم تحت هو يعني ظل النظام. يبدو بانه السوريين يعني أثبتوا نفسهم بكل دول اللجوء اللي راحوا عليها، ونحن بهنا سوريا خلال هالأسبوع رح نحاول نسلط الضوء على كل معاناة السوريين بكل مكان، وكل التطورات اللي عم بتصير الآن بهذا الوقت، لأنه ملاحظ بأنه في كتير عم بيصير لجوء. أنا بعتذر منك أستاذ فواسل لأنه انتهى نقطة أخيرة بس بدي تفضل بس باختصار إذا ممكن. أوكي، نقطة أخيرة. الحقيقة أنا سمعت يعني من ضمن ما سمعت فتاوي، الحقيقة أنه هذا بيطالع فتوى وهيئة مدري بشخص أو شيخ، بيقول أنه والله بيأثم تأثيم الناس اللي بيهاجروا لبلاد الكفر وإلى آخره، وهو عايش برا بمناسبة طول عمره بالهي. والله عيب الحكي هذا اللي يعني ما في هون البني آدم بيقدر يمارس دينه من دون ما حدا يقرب عليه، مثل ما كنا عايشين بسوريا. أنا كمسلم سني كان يلحقوني بالجامع ويلحقوني بالصلاة. هنا تستطيع أن تحصلي على حريتك الدينية وكرامتك وإنسانيتك، فيسمحوا لنا دول المشايخ ودول بعض المفلسفين يضبوا فتاواهم على جنب. وأنا بضم صوتي لصوت الأستاذ جمال، بدنا نحل المشكلة من أساسها، هي يعني بانتظار حل ما يجري في سوريا لنهاية ما يجري في سوريا، بدنا مناطق آمنة، هذا سيخفف كثيرا من مشكلة اللاجئين. شكرا لك. شكرا فواز سلو، كاتب ومعارض سوري من برلين عبر سكايب، وأشكر جمال قارص نائب سابق في البرلمان الألماني أيضا من برلين، ومراسلنا من برلين مكسيم عيسى. نذهب إلى فاصل.